أوروسكوب مع داليا. صباح الخير. مع تساقط الثلوج بالخارج بخيم اللون الأبيض اللي بيحمل الخير على الكل إن شاء الله. ومن الأقوال اللي اخترناها لليوم وصفة إذا حابين تتعرفوا عليها اسمعوني منيح. بيقول أندري موروا إن وصفة السعادة الأولى تتلخص بتجنب التأمل على المدى الطويل بالماضي. أما هلأ فمننتقل للأبراج والبداية مع برج الحمل. تكثر الاتصالات والمفاوضات وبتقوم برحلة عمل أو بتقدم أبحاث ضرورية بتجنبك الثغرات التافهة. بيتحدث الفلك عن صداقة بتتطور لعلاقة حب أو لتعلق بالحبيب والاعتماد عليه بكل شردة ووردة. إيه بسيطة، ما في أحلى من الحب. برج الثور. بانتظارك انفتاح وانفراج بمعظم انشغالاتك وواجباتك. تكسب شعبية ودعم وبتكون ناشط بحقل اختصاصك. بتشجع الأجواء على التفاهم فبتقرب المسافة بين الطرفين على الرغم من بعض الحزازيات الصغيرة. برج الجوزاء. ما تراهن على الأمور الجديدة وما تجازف باستقرارك ولا باللي بتملكه. بيحمل لك الفلك التعاطف والتجاوب مع الشريك حيث بتقوى الروابط وبالأخص الثقة. برج السرطان. تشعر بسهولة المهام الموكلة إلك وما بتخاف من التحديات ومن كل الأمور الجديدة اللي بتعترض طريقك، بل على العكس بتنجح بكل مهارة. بيطلب منك الشريك الوقوف بجانبه ومساندته بالأمور العائلية، معه حق يا عزيزي، فإيد لوحدة ما بتزقف. برج الأسد. بتصير أعمالك بطريقة جيدة وبالشكل اللي بيرضيك، الأمر اللي بيجعلك فخور بنفسك وبإنجازاتك. بحذرك الفلك للانتباه من مزاجك مع الشريك اليوم، فهنالك بعض التأثيرات السلبية لبعض الكواكب اللي من الممكن أنها تخلق بعض المتاعب والهموم. برج العذراء. تتركز التأثيرات الفلكية على تقدم وازدهار بحياتك المهنية وبتشعر بالثقة بالنفس والسعادة. بتضيء المحبة قلبك وبتسعى لتعزيز حياتك العاطفية حيث بعيش المرتبط شهر عسل جديد وبيبوح الحبيب بحبه إذا كان عازب. برج الميزان. بيتحدث الفلك عن ضرورة التحرك واتخاذ بعض الخطوات الجريئة بمسيرتك المهنية والعملية لأنه إلى كل الحظ بالنجاح. تلتقي بشخص من الماضي بيلعب دور مهم بحياتك العاطفية وبتشعر بقربك من الشريك. برج العقرب. تعتمد على الحظ لانتشالك من بعض المواقف المحرجة وبتكون عفويتك وقدرتك على الارتجال السبيل لخلاصك اليوم. تقلقك بعد المشاكل الصغيرة وبتشغلك بالك، ولكن سرعان ما بتصارح الحبيب وبيقوم بتقديم الشروحات اللازمة. برج القوس. بتحاول تأنين مصروفك وعدم الإسراف بمشترياتك وبتتبع المثل القائل على قد بساطك من أجريك. بتقرر الابتعاد عن الاحتفالات الضجيج والضوضاء وبتنفرد بالشريك حول مائدة الطعام. برج الجدي. بصب الحظ بخانة تعزيز علاقاتك الاجتماعية اللي بتشكل الدعم الأساسي لمسيرتك المهنية. تتقرب من العائلة والأصحاب وبتشعر بمدى أهمية الصديق المخلص عند غياب الأهل وبتفرح لاهتمامهم لأمرك. برج الدلو. بتقوم بتقييم شامل لأوضاعك المهنية وبتلاقي إنك بحاجة للتغيير والتقدم وبتلاقي الفرص مفتوحة أمامك. ما تخلي الأفكار السوداء تسيطر على علاقتك العاطفية، فكر بإيجابية نحو الشريك واشرح له القضايا اللي زعجتك. برج الحوت. بحذرك الفلك من بعض الأمور القانونية اللي من الممكن إنها تزعجك من الناحية المهنية، انتبه واستعين بأهل الاختصاص إذا احتاج الأمر. يعني أي قيس وليلى وأي روميو وجولييت، أنت والشريك سمني على عسل وخمسة بعيون الحسدين. مع برج الحوت بنكون وصلنا لمسك الختام. فقرتنا سوا بتتجدد بكرة بتمام الساعة 9. من هلأ لوقتها بترككم بألف خير. أرفار أوروسكوب على الشرق الأوسط 1450 AM.